فتخيل يا سهى رامي يتركني بعرسي وبنص الزفة. قال شو؟ شو؟ هنربح ربع مليون. بس مالنا ومال الحكي. أي والله محرزين الربع مليون. والله محرزين. تعرفي أنا لو بربحهم أول إشي بطلقه لرامي، بعدين بشتري كل إذاعات البلد. تعرفي شو؟ شو؟ رح أجيب أخصائية لكل أطفال. عن جد؟ ورح أشتري كتير موبايلات عشان ألحق لحالي صور. سهى وين راحت؟ إيه؟ ألو سهى نادية سهى صوتك بعيد. ألو أنا معك نادية. سهى اربحهم أنت واصرفهم صح قبل ما نادية تضيعهم كلهم هون وهون. افتح حساب توفير في بنك الأردن وفرصتك كبيرة لتربح ربع مليون دينار كل 30 يوم. بنك الأردن تفوق